طيب هم قالوا اذا خلاص اذا انت ما وافقت على السياسه دي يوم 8 فبراير ترى خلاص ما تستخدم التطبيق هذا في كلامهم الاول طيب ليش قرروا هذا الشرط انه اذا ما انت ما ما وافقت احنا نبي عملاء طيب صحيح ولذلك الان هم توقعوا مثل هذه الهجمات ولكن توقعوا على يعني ال... 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 الناحيه الاخرى من انه الناس لن لن يستغنوا عن تط... تطبيق الواتساب لذلك سيوافقون على السياسه أ... استنقاصا من قيمه البيانات التي هم سيزودونها بالشركه طيب لو زودتهم رقمي لو زودتهم أ... عدم الشعور ب... باهميه الخصوصيه اللي يشاركها المستخدم بطريقه او باخرى واقتصار فهمه على انها فقط رقمي بشارك ولا بياناتي بشاركها العالم انتهى هذا هو القصور اللي فعلا تبني عليه الشركات العالميه اقتصاداتها الكبيره جدا لا ابو احمد انا اقول ليش قالوا تراه اذا ما وافقت بنلغي التطبيق عنك ليه لانه اذا 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 لم توافق وعشرات من الناس لم لم يوافقوا في النهاية لم تحقق رغباتها ولم تحقق أرباحها يعني هذه يعني طريقة ترغام يعني صحيح في النهاية هم يبنون على قناعة أن المستخدم سيفضل ان يشارك معلومته فضلا عن ان يخسر تطبيق الواتساب